العاشرة مع كريم حمادي. السلام عليكم. وأخيرا انطوت صفحة ترامب وبدأ فصل اسمه جو بايدن. بايدن في البيت الأبيض، ماذا عن الشرق الأوسط؟ إلى التقرير. في كل بيت هناك شرفات تطل على العالم، فما هي طبيعة الشرفة التي سينظر منها جو بايدن إلى الشرق الأوسط؟ أرض الأزمات والحروب، سؤال شغل المحللين طويلا وتجدد اليوم على وقع خطى سيد البيت الأبيض الجديد. هنا تتضارب الرؤى والتحليلات، فمن قائل لا شيء سيتغير في القضايا الكبرى، إلى قائل إن استراتيجية العم سام ستتغير جذريا لأننا بصدد انتقال حاد من حقبة جمهورية متطرفة إلى ديمقراطية معتدلة. قارنة القائلين بهذا الرأي أن أغلب فريق باراك أوباما سيعاود تصدر المشهد مع بايدن، ولهذا مثلا قال السفير الأمريكي في إسرائيل أمس إن التعيينات البارزة في السياسة الخارجية لإدارة بايدن مدعاة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتهديد النووي الإيراني، ثم قالها صراحة: فرقة إيران عادت مرة أخرى، ويقصد استعادة فريق التفاوض في الاتفاق النووي دورة، ابتداء من أنتوني بلينكين وزير الخارجية، مرورا بويندي شيرمان نائبته، وليس انتهاءا بجيك سوليفان وجون كيري وسوزان رايس الذين سيعينون في مناصب عليا. غير أن هذا الطرح يتنافى مع ما قاله وزير الدفاع المرشح لويد أوستن من أن إيران تمثل تهديداً لحلفاء بلاده في المنطقة وللقوات الأمريكية المرابطة هناك، وهي لا تزال عنصراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة، وإذا ما حصلت على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها أكثر صعوبة. بل حتى لو عادت هذه الإدارة لفتح الملف النووي والتفاوض حوله فسيكون وفق سياق مختلف، خصوصا مع التغييرات المهمة في المنطقة. فهناك 4 دول عربية طبعت مع إسرائيل، وقمة العلا أنهت الانقسام الخليجي، وهذا قد يؤدي إلى احتمال أن تنزع الصراعات الشرق أوسطية إلى البرود بوجود إدارة ديمقراطية بارعة في فض النزاعات. ماذا عن العراق وسط هذه المعمعة؟ ثمة ما يرجح تراجع أولوياته في أجندة بايدن المنشغل بهموم الداخل الأمريكي وترميم ما خربه ترامب. وتخوفاً من هذا الاحتمال، حذرت دوائر استخباراتية إسرائيلية أمس من أن حقبة بايدن قد تؤدي لانتعاش إيران وتمددها في المنطقة. هكذا إذن، في كل بيت ثمة شرفات، ويبدو أن شرفة الشرق الأوسط في البيت الأبيض ستظل غامضة حتى يجلس جو بايدن ويضع نظارتيه ثم يراقب ويقرر. نحن بالانتظار أيها الرئيس الجديد. أهلا بكم مرة أخرى، أستاذ العلوم السياسية جامعة النهرين دكتور ياسين البكري، مرحبا بك. ومن بيروت الكاتب والصحفي مصطفى فحص، ومن واشنطن مدير معهد العراق بالمجلس الأطلسي الدكتور عباس كاظم، مرحبا بكم جميعا. دكتور ياسين، السؤال الآن يطرح الجميع، جميع من يراقب بايدن، وقبل قليل كان تنصيبه، ما الذي ستختلف إدارته عن إدارة ترامب على الأقل في ملفات الشرق الأوسط؟ شكرا جزيلا، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ومشاهديك. يعني أعتقد سؤال كبير، ما الذي سيتغير؟ سؤال ممكن أنه هذا يحتاج إلى مجالات كثيرة وتفاصيل في السياسة الخارجية، السياسة الداخلية لبايدن، وفي دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دولة رقم واحد، دولة العظمى، أكو اختلافات أو خلافات كثيرة سببها ترامب خلال فترة حكمه لأربع سنوات لإدارة البيت الأبيض.
فبالتالي صعب أنه الأحد ممكن أنه يلزم في هذه القضايا، لكن احنا نتلمس مؤشرات معينة وبالتالي نبني على المؤشرات ما ممكن أن يحدث أو هل هذا سيحدث أو لا يحدث. بالمناسبة يعني السؤال أيضا أنه هل أنه سيكون هناك استمرار أم انقطاع للسياسات، يعني حتى هذا بتقدير السؤال ممكن أنه يحددنا باتجاه معين حتى نفهم السياسة الأمريكية وحتى ممكن في سياسات دول أخرى. صعب أنه أي دولة تنتقل باتجاه القطيعة وتحديدا في السياسات الخارجية مع ما قبلها حتى في الثورات والانقلابات العسكرية، فكيف بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفي السياسة الخارجية تحديدا هناك حالة من الاستمرارية؟ التغيير وارد وموجود ومن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يغير، ولاحظنا أنه ترامب غير كثيرا من التوجهات السياسية الأمريكية. أي لأنه ترامب غير كثيرا بأداء الإدارة الأمريكية المتوقع، الكل كان يعني معروفة سواء كان الإدارة ديمقراطية أو جمهورية، معروفة الملفات ومعروف مدى التحرك إلى حد ما. ترامب لم تكن خطواته معروفة، لذلك من المتوقع أنه بايدن يغير الكثير أو هنالك قد يكون تغيير واضح في مسار السياسة الأمريكية. يعني أنا بتقديري اليوم الشاغل الأكبر اللي هو الهاجس الداخلي الانقسام اللي موجود، ولاحظنا هذا في خطاب التنصيب يعني أكد بشكل كبير على قضية الوحدة. هذا هاجس واضح جدا أنه اليوم المجتمع الأمريكي على الأقل مخاوف، ما نريد أنه نذهب باتجاه المبالغة في قضية الانقسام، لكن هناك مخاوف حقيقية تواجه إدارة بايدن. هذا راح يأثر بشكل أو بآخر على التوجهات في السياسة الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عباس، هل يعني هذا صحيح؟ اليوم من شاهدنا خطاب تنصيب بايدن ركز كثيرا على يعني الوضع الداخلي وعلى ترميم ما يعتقد أنه خلل في أداء الإدارة السابقة من خلال عودة التحالفات وما إلى ذلك. طبعا مر التنصيب بسلام كما هو متوقع مع وجود هذا الكم الهائل من التشدد الأمني غير المسبوق في عمليات تنصيب الرؤساء الأمريكان، ولكن فعلا يبدو أن بايدن في مرحلته الأولى على الأقل متوجه كثيرا إلى الشأن الداخلي، هل هذا صحيح؟ تحياتي لك أستاذ كريم وللزميلين الدكتور ياسين والأستاذ مصطفى. صحيح الكلام الذي تفضلت به وأيضا ما ذكره التقرير وما تفضل به الأخ الدكتور ياسين هو بالضبط في صلب ما يحدث الآن في واشنطن لدينا هنا. هذه خطبة مختلفة، عادة ما تكون خطابات التنصيب للرؤساء الأمريكان متوازنة في أنحاء شتى من الاهتمامات الأمريكية، سياسة داخلية خارجية إلى آخره، أمور أيضا لها علاقة بالجوانب الأيديولوجية. سطر واحد فقط في كل الخطبة كان عن السياسة الخارجية، والباقي كله عن السياسات الداخلية والتحديات التي تواجه الرئيس بايدن. هذا يدل على تأثير ما حدث في الأسابيع الأخيرة خصوصا، وإن كان بوادره كانت تسبق ذلك طيلة السنة الماضية أو أكثر. الرئيس بايدن الآن لديه فكرة ممتازة عن التحديات الحقيقية التي يواجهها، لأنه ما دامت أمريكا منقسمة في الداخل، ربما الأخ الدكتور ياسين كان لديه تحفظ على كلمة الانقسام، وأنا يعني أقدر له ذلك، ولكن الحقيقة الانقسام واقعي وحقيقي وسيستمر لفترة. لذلك أعتقد بأنه الرئيس يعرف ويعي جيدا أنه ما لم يوحد البلد من الداخل لن تقوم قائمة لكل سياساته الخارجية وأيضا المهمات الجسام التي تواجهها إدارته. فأعتقد نحن الآن في مرحلة غير مسبوقة كما تفضلت، ولكن أيضا هنالك ثقة كبيرة بالمؤسساتية الأمريكية وأيضا بقدرة الولايات المتحدة على أن تواجه مثل هذه الانقسامات. طيب هل هنالك توقع أن إدارة ترامب في أدائها بالشرق الأوسط تختلف كثيرا، عفوا إدارة بايدن تختلف كثيرا في أدائها عن إدارة ترامب؟ ما يعني ذلك أن دولة المؤسسات ليست فعلا
مثل ما نتوقع إذا كان هناك تغيير كبير، وإذا كان هنالك تغيير طفيف فلم يختلف شيء، يعني المشكلة نفس المشكلة والتوتر نفس التوتر. ما الذي سيحصل بتوقعك على يعني أرض الشرق الأوسط في الأشهر والسنين المقبلة؟ عبارة الأخ الدكتور ياسين حقيقة في محلها، أنه القطيعة التامة مستحيلة، لأنه كثير من هذه الأمور تحتاج إلى حسابات دقيقة جدا، وأيضا هنالك التزامات من كل السياسات السابقة في إدارة ترامب. يعني الإدارة السابقة ليست فقط تغير الاتجاه والسياسات، وإنما تضع وقائع على الأرض وتنشئ يعني أشياء مادية ليس من السهولة انتزاع الإدارة الجديدة لنفسها من الالتزامات السابقة. لكن الذي حدث هو أنه إدارة ترامب حاولت أن توجد قطيعة تامة عما سبقها. يعني الولايات المتحدة هي دولة ذات حزبين وأيديولوجيتين معروفتين، لا يعني نعرف بأن هنالك فروقا في الأيديولوجيات، ولكن عادة ما تكون هنالك استمرارية لسياسات كثيرة بين الإدارات. ترامب كان حديا وجذريا راديكاليا في طريقة إدارته، فخرج بالولايات المتحدة من التزامات كثيرة، من معاهدات كثيرة، أسس إلى سياسات هي خارج حتى السياق الكلاسيكي للسياسات الأمريكية الخارجية بشقيها الجمهوري والديمقراطي. لذلك أعتقد أن إدارة الرئيس أوباما لن تكون لديها قطيعة تامة مع ما سبق، ولكن قطيعة تامة مع الكثير من قرارات والسياسات وأسلوب إدارة ترامب. ولكن أيضا بايدن سيعيدنا إلى النمط الكلاسيكي الأمريكي، فهو سيحاول أن يتظاهر بأن السنوات الأربع لم تحدث، ويوجد جسرا بين سياسة بايدن والسياسات التي سبقتها من أوباما إلى ما سبق ذلك. أعتقد بأنه يعني أيضا هذه الأمور لن تكون فقط معتمدة على ما سيفعله بايدن وإدارته، ولكن أيضا كيف ستتصرف الدول الأخرى في أوروبا، في الشرق الأوسط، إيران غير إيران، العراق مهم جدا، لديه مهمة لم يذكر العراق كثيرا في الأسابيع الأخيرة، لا في جلسات الاستماع للمرشحين ولا في خطاب بايدن. ولذلك أعتقد بأن العراق يحتاج إلى أن يضع نفسه على الطاولة إن لم يوضع من قبل الإدارة هنا. هنالك الكثير، ولكن أتصور بأننا سنجد محاولة لجسر العلاقة بين إدارة بايدن والإدارات السابقة، ومحاولة القفز على المرحلة هذه المتعثرة للسنوات الأربع تحت ترامب، لأنها كانت خارج سياقات السياسة الأمريكية الكلاسيكية بشقيها. سأعود لك دكتور عباس فيما يخص العراق يعني ووضعه، ولكن بعد أن أتحول إلى الأستاذ مصطفى فحص من بيروت. أستاذ مصطفى، يعني عودة الإدارة الديمقراطية هل تعني فك الحصار عن قوى معينة داخل لبنان، محور المقاومة الذي يعني بين قوسين الذي حاصره ترامب كثيرا وضغط عليه، هل سيشعر بارتياح إلى حد ما؟ إيران ستعود إلى الملف النووي، كثير من الأمور التي كانت تضغط باتجاه الحدة وحافة الهاوية الآن لن تجد لها مكانا، وهنالك عهد جديد كما يبشر البعض. مساء الخير. أول شيء بس تصحيح، أنا وأنت مقاومين، كل الناس تقاوم، هو المحور الإيراني وليس المحور المقاومة، بس لتصحيح العبارة أو التسميات. أعتقد أن قضية الشرق الأوسط هي معقدة ومركبة بالنسبة لإدارة بايدن. أنت انطلقت من لبنان، لبنان وسوريا سيختلفان في طبيعة العلاقة عن العراق مباشرة ضمن هذا المحور، لأن لو لاحظنا كلام كل المسؤولين الجدد أولوية الأمن الإسرائيلي، لذلك إسرائيل سيبدو أنها ستبقى في تصرفاتها كما كانت في تصرفات عهد ترامب،
بأنها غير معنية مباشرة بالمصالح الأمريكية، لأنها تريد أن تحمي ما تسميه أمنها القومي والمخاطر المحدقة به. لذلك بايدن وفريقه الذي هو أيضا قريب، يعني علاقته متميزة بإسرائيل، سيغض الطرف عن الحسابات الإسرائيلية في هذه المنطقة، في موضوع لبنان وموضوع سوريا وما يحدث من عمليات عسكرية دائمة على الأراضي السورية، وقد يصل إلى العراق كما في بعض الأحيان من عبر طائرات مجهولة. هنا يقوم التقسيم، ولكن كيف يتصل هذا بالعراق؟ لأن هذا يأتي ضمن المعركة مع محور واحد مركزه في طهران، فأيضا طهران معنية في بغداد. من المهم جدا أن نقول أن عملية الضغط القصوى قد توقفت مرحليا، ولكن التنازل عنها هو الآن غير مفهوم. هل من أين سيبدأ بايدن؟ هذا سيأتي في الأيام المقبل. ولكن لو سمعنا الجلسات اللي جرت بالأمس وأول من أمس لأعضاء في فريق بايدن، نجد أن هناك شروط لا تختلف عن شروط ترامب في التفاوض مع إيران. لذلك على ما يبدو أن عملية الضغط ستستمر، ولكن مع التلويح في إطار دبلوماسي معين. ونحن لا نريد أن نقول أن ترامب لم يكن دبلوماسيا، ترامب عمل ما يريده في الضغوط وبالتهديدات من أجل أن يصل إلى حل دبلوماسي. والمفارقة الأساسية أن إدارة مثل ترامب وشخص مثل ترامب لا يمكن أن يخوض لا حروب تكتيكية ولا استراتيجية، ولكن لنضع بالحسبان في المفاوضات أن إدارة متجانسة متماسكة تأتي من صلب الاستابلش، تأتي من عمق المؤسسة، هي كما أنها إدارة تفاوضية براغماتية، اتخاذ قرار استخدام القوة عندها ليس بالأمر الصعب. فلذلك الآن ممكن أن نضع احتمالات كبرى مع هذه الإدارة. لماذا؟ لأن الاستابلش الأمريكي كما قال الأستاذ عباس، العودة إلى كلاسيكيات الإدارة الحكم في أمريكا، تريد أن تستعيد السلطة من البيت الأبيض بعد 12 سنة. في 12 سنة السابقين كانت الإدارات تتحكم بالمؤسسات، بايدن جاء من صلب الإدارات، يعني عدنا إلى الكلاسيكية الأمريكية ما بعد الحرب الباردة التي كانت في كلينتون وبوش الابن وبوش الأب لفترة وجيزة. هذه هي إدارة جماعية في اتخاذ القرار. الآن الصعوبة في التفاوض معها وصعوبة في الاحتكاك معها، كما قال ضيفيك، الأزمة الداخلية في واشنطن، أزمة والانقسام العمودي الحقيقي، وهي حرب وليست أهلية كما قال بايدن اليوم، تحتم على بايدن الأخذ بعين الاعتبار موقف 75 مليون ناخب لترامب ومن يمثلهم في الإدارة. ما قام به ترامب عاد إنتاج خصوم جدد للولايات المتحدة، قلب الطاولة على أفكار الليجسي التي أراد أن يثبتها باراك أوباما برؤيته التي أدت إلى عنف كبير في منطقة الشرق الأوسط، بأن العودة إلى تلك الثوابت ولكن ليس بالضرورة إلى ما كيفك إلى طريقة يعني الأفعال والانفعالات الترامبية. أستاذ مصطفى، تريد القول أن بايدن إن استطاع الخروج من عباءة ترامب أو سياسة ترامب فإنه لن يعود بالضرورة إلى أداء أوباما الذي رفض أبداً نتائج سياساته ترامب في تعامله مثلا في الملف النووي الإيراني، في تعامله بملفات الشرق أوسط. تحدث كثيرا ترامب عن أن سياسات أوباما جعلت إسرائيل والمصالح الأمريكية في خطر شديد. هل هذا سيسبب حرجا لبايدن ولذلك سيضغط ربما بصورة أشد لكن من زاوية أخرى، ليس بالضرورة بالزاوية التي كان يضغط بها ترامب؟ فممكن أن نقول كل الآمال المتفائلة التي كان لبعض الأطراف فرحة بخروج ترامب لن تكون يعني نتائجها مثل ما كانت تتوقع. هذا الفرح لن يكون له مبرر بالأشهر المقبلة.
يعني أوافق ولك ولا يعني الآمال بأن يكون ترامب سريع الإداء الخارجي ويعيد التحولات إلى ما كانت في عهد باراك أوباما باعتقادي وحتى لا أكون جازما شبه مستحيلة. لأنها لماذا؟ لا نحن نتحدث بالنسبة لإسرائيل ثابت في الأمن القومي الأمريكي، جزء حتى من الأمن الوطني الأمريكي، ولكن في عهد باراك أوباما عندما تأثر ببندرسون وروب مالي وكان لم يرى في فكرته التي يريدها في الشرق الأوسط إلا الذهاب إلى طهران، وباعتقادها أن هذا سيحل المسألة وإرضاء إيران بما تريده إيران وبما وليس بما تتحمله المنطقة، انفجرت المنطقة وشاهدنا صراعا جهاد سلفية جهادية سنية وأصولية جهادية شيعية. هذه الدول هناك ثوابت جغرافية وثوابت في الجغرافيا السياسية، هذه الدول لم تستسلم لباراك أوباما، وهي الآن في موقع أفضل من ما كانت عليه، فستعود الكرة من جديد. لذلك هناك في إدارة بايدن أشخاص مثل أنتوني بلينكن، مثل مدير السي آي اي طار غاب اسمه بسرعة عن بالي، هؤلاء الذين يعرفون تفاصيل المنطقة خدموا أوباما وفقا لآليات البيت الأبيض، الآن في موقع هم في موقع القرار وفقا لقرارات الكلاسيكية الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية، ولكن هذه الكلاسيكية ليس بالضرورة أن تكون ثابتا وكأنها عقائدية في ولكن من ولكنها في براغماتية محدودة. كما أن أيضا بايدن وجماعته بالأمس كرروا الصين أكثر من 30 مرة، ولبايدن جزء أساسي من عقيدته في الحزب الديمقراطي ورواسب الحرب الباردة هو خصومته مع روسيا، فهذا سيذهب إلى كل هذه الامتدادات. طيب. وإيران نفسها وضعت نفسها في هذا الحيز الجغرافي الممتد من إيران حتى موسكو وصولا إلى بكين. طيب، هذا طبعا بالتأكيد إيران تريد أن تصنع لنفسها يعني خطا آمنا الذي تفضلت به، سأعود لك للحديث عن هذا الموضوع، ولكن أرجع إلى دكتور ياسين. دكتور ياسين، لابد هنا أن نتحدث عن العراق. جميع من يتحدث عن العراق أو عندما يذكر اسم العراق ندخل في مقاربة الملف النووي الإيراني، وكأننا مرتبطين. يعني كثير من المحللين أقرأ لهم أو أسمع يتحدث أن حل الملف الإيراني سينعكس هدوءا على العراق، يعني فشل المفاوضات في الملف الإيراني تنعكس توترا في العراق. لماذا يعني نوضع في موضع تابعي وليس ولا نوضع كبلد له استقلاليته الخاصة، له سياسته، وإن كان بعض إدارة الأزمة أو إدارة السياسة داخل العراق لا تعطيه تلك المنعة والقوة والشخصية، ولكن بالنتيجة العراق يبقى بلد مستقل إلى خصوصيته. لماذا نوضع دائما ملف النووي، حل الملف السوري، ليش؟ يعني أعتقد أنه تجربة العراق بعد 2003 خلقت هذا الانطباع، وهذا الانطباع ما أتي من فراغ. يعني بالفعل الحكم في العراق للسنوات الماضية جعله تابعا نوعا ما، ليس لاعبا على الأقل حتى يكون التوصيف أدق، مو لاعب أساسي، دائما هو يتلقى الضربات، هو ممكن انه الهدوء في منطقة معينة ينعكس عليه ايجابيا او التوتر ما بين الطرفين الاساسيين. ما مطلوب منه يكون لاعب، على الاقل خلي يكون مستقل، مستقل برأيه وبارتدادات القضايا الإقليمية عليه. هنا من إذا نتحدث عن القضية راح نجي لازم نفصل الواقع السياسي العراقي الداخلي، الانقسامات اللي موجودة، الانقسامات في مستوى القرب من اللاعبين الأكبرين في الساحة العراقية اللي هم إيران والولايات المتحدة. فهاي قضية يعني أعتقد أنه نوعا ما المشاهد ممكن أنه يقدر يفهمها. هذا الانقسام السياسي أضعف السياسة الخارجية العراقية، وبالتالي أنه يكون سيد ويكون مستقل ويكون لم يستطع خلال الفترة، لكن هذا لا يعني أنه عدم القدرة أنه نخطو خطوة إلى الأمام. أكو قضية أعتقد أنه مهمة،
أنت إذا لم تضع نفسك كلاعب لن يضعك أحدا لاعبا. هاي المشكلة. المشكلة السابقة في العراق مع الاعتراف طبعا بالتأكيد في القضايا الكثيرة الانقسامات اللي ذكرت لك إياها اللي أضعفت السياسة الخارجية أو التوجهات في السياسة الخارجية العراقية وفي اتخاذ القرار، لكن هذا لا يعني أنه عدم قدرة العراق على أن يكون لاعب. وبتقديري اليوم أكو مرحلة مهمة ممكن أنه تستثمر في سبيل أنه يكون للعراق القدرة على أن خلي ما نقول لاعب، خلي أتفق وياك في هذه القضية، لكن يتجاوز مرحلة الانتكاسة للسنوات الماضية. اليوم هاي الإدارة الجديدة، احنا قبل قليل حتى نقدر نربط الحالة بالإدارة الجديدة، قبل قليل كان الحديث عن المؤسسية والتغييرات اللي ممكن يحدثها أي الرئيس الأمريكي. شوف أكو هناك قضية، الهدف واحد بالنسبة لأمريكا، لكن الاختلاف أين؟ الرئيس ممكن يعيد تقييم التهديدات، يعيد تقييم الحلفاء، وهي نقطة خلي أو كلمة خلي تحتها أكثر من خط، يعيد تقييم الحلفاء وما واللي يمكن أنه يضيفوه هؤلاء الحلفاء للاستراتيجية الأمريكية وللسياسات الأمريكية في المنطقة. بالتالي التغيير اللي راح يحدث تحديدا في السياسة الخارجية الأمريكية هي في الأدوات والطريق اللي ممكن أنه يصير به. ترامب كان إلى طريقة وأدواته في السياسة الخارجية. ترامب كان ضاغط بشكل هائل على إيران وتحمل العراق ما تحمل من ما يعني هذا ما بالمناسبة من خطوات الضغط هذه هنا يعني إذا نتحدث هنا حتى على المدارس اللي ممكن ينتمي لها ترامب ينتمي لها بايدن، هنا المدرسة الواقعية لترامب اللي ممكن التهديد والقوة هي بالمرتبة الأولى، بينما بايدن ممكن أنه ينتمي إلى المدرسة المثالية اللي تؤمن بالتحالفات والدبلوماسية وغيرها. أيضا هاي القضية يعني مهمة في المجال، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه بايدن سيعود إلى مرحلة 2015. اليوم إحنا في 2021، تغيرت الكثير من الأمور. وبالتالي يعني تتفق مع ما قال أستاذ مصطفى فحص وأيضا أكيد دكتور عباس أكيد أنه قد نعم يتجاوز بايدن أداء ترامب ويعمل امتدادا لإدارة أوباما، لكن ليس بنفس السياسات لذلك أو ليس بنفس الأدرع. طبعا الأدرع تختلف، الأدوات تختلف، والطريق يختلف. لذلك من قلت لك أنه إعادة تقييم التهديدات والمخاطر اللي تواجه أمريكا وأيضا الحلفاء، هنا ممكن أنه نشوف التموضع العراق اللي قد يضع نفسه به في المرحلة اللاحقة. التعامل مع بايدن أعتقد أنه أسهل بكثير بالنسبة للحكومة العراقية من التعامل مع ترامب، وواضح هاي المسألة. طبعاً وخل أذكر قضية مهمة أعتقد أنه حتى هميا في قضية أنه التواصل الانقطاع، أوباما الديمقراطي اللي أيضا ينتمي لنفس المدرسة اللي هي المدرسة المثالية تعامل مع العراق كدولة كدولة، وتتذكر عندما أصر العراق على رحيل أو إجلاء القوات الأمريكية استجاب، مع أنه العراق ما بعد 2003 هو مشروع أمريكي صرف عليه الكثير في هذه عملية التغيير، ومع ذلك استجاب وتعامل مع العراق كدولة. وبتقديري بايدن سيتعامل مع العراق كدولة، وهذا مكسب أو مدخل وبوابة. وأرجع على تقريرك عندما قلت أن كل رئيس عنده نافذة، هذه نافذة مهمة سينظر لها بايدن للعراق، ومن ثم على اليوم الحكومة العراقية أن يعني تحسن التعامل مع هذه المتغيرات، وبالتالي تضع نفسها كلاعب مهم في المرحلة القادمة. يعاد منها إعادة تموضع، كما بالمصادفة اليوم الأستاذ مصطفى فحص كتب موضوع عن إعادة تموضع دولي لما قبل تنصيب بايدن، راح أرجع له، لكن أريد أسأل الدكتور عباس كاظم. دكتور عباس، ذكرت أنه اسم العراق لم يذكر خلال جلسات الاستماع في الأيام السابقة، طالما أنه إلى حد ما يعني أما أنه كانت الإدارة الجديدة مجبرة على عدم ذكر العراق باعتبار هنالك مستجدات وانقسام داخلي ومحاولة تطمين من بايدن لكثير من القوى، كثير من يعني أطراف المجتمع الأمريكي بما فيها المهاجرين، وقرارات كثيرة كما يقال أنه اتخذت بهذا الخصوص. لكن من الجانب الآخر، هل هذا نسيان أم دفع للاعب العراقي أو الفاعل العراقي أو الحكومة العراقية لأداء
مختلف حتى تضع نفسها في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة؟ ليس نسيانا وإنما هو نوع من التناسي. أعتقد أنه العراق موضوع شائك. أيضا في السنوات الأربع الماضية المشكلة هي أنه لم توجد سياسة خارجية في الولايات المتحدة تجاه العراق تخص العراق. العراق تحول في السنوات الأربع الماضية إلى هامش في السياسة الأمريكية تجاه إيران، لذلك هم يرون أن أي حديث عن إيران يشمل العراق، لأنه لا توجد سياسة تجاه العراق ولا توجد أي ملفات عراقية بمعنى العراق. كل الإشكالات الآن الموجودة بين العراق والولايات المتحدة هي إشكالات تتعلق بإيران، ولذلك العلاقة العراقية الإيران الأمريكية في الملفات الأخرى هي علاقة ليست مهمة جدا أو ليست إشكالية بحيث تحتاج إلى الحديث عنها في بداية الإدارة. لذلك يعني الحكومة العراقية تحتاج إلى أن تنظر إلى هذا الموضوع من خلال تفعيل التواصل مع إدارة بايدن، وإدارة هذه فيها طبعا أناس لهم باع طويل في التعامل مع العراق، بريت ماكغيرك، أنتوني بلينكن نفسه، أيضا آخرون في الإدارة، هو نفسه بايدن في الأبيض وفي الخارجية. نفسه بايدن كان على علاقة وثيقة بالساس العراقيين. يعني بايدن أيضا يعني هو من الذين حينما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هو واحد من الأهم صناع السياسة والقرار في ذلك الوقت. ايضا هنالك في كل مستويات الاداره في البيت الابيض وفي الخارجيه وفي الدفاع اناس لهم علاقه مباشره بالعراق وقضوا سنين من عمرهم او اعمارهم يعملون على الملف العراقي. ولكن الحكومه العراقيه تحتاج الى ان لننظر الى شيء، انه بالنسبه للعراق الولايات المتحده هي دوله واحده عليه ان يتعامل معها كقوه عظمى. الولايات المتحده اهتمامها يتوزع بين 193 دوله، فحتى تكون على لك كرسي على الطاولة يجب أن تقاتل من أجل هذا الكرسي، لأن الجميع يحاول أن يجلب انتباه السياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية. نعم صحيح، ما تفضلت به صحيح، نحتاج إلى أن نكون على كرسي أمام الإدارة الأمريكية حتى ترانا، حتى تتعامل معنا كدولة. سأريد أسألك عن إجابتك الأولى، قلت أنه كان على هامش العراق أو أداء ترامب مع العراق كان على هامش السياسة الإيرانية، هل تقصد أن ترامب عندما كان يريد أن يتعامل مع إيران يضغط على العراق، أو أنه تريد أن تقول أن العراق لا أصبح مستقلا بسياسته، أو إدارة ترامب فصلت العراق في تعاملها عن إيران في تعاملها بملف العراق وإيران؟ اثنين، ما المطلوب من العراق كي يعود أو كي يحظى ب اهتمام الإدارة الأمريكية؟ يعني الذي حدث في زمن إدارة ترامب هي أن الإدارة دمجت السياستين. يعني حتى كان في السابق كان هنالك مكتب في الخارجية عن مكتب العراق وهنالك مكتب إيران. ترامب حول المكتبين إلى مكتب واحد تحت قيادة مساعد نائب وزير الخارجية واحد، بدل ما كان هنالك اثنان. تغيرت في الأشهر الأخيرة وعدنا إلى مكتب العراق منفصلا عن مكتب إيران. ولكن الإشكالية هي أنه ما اهتمام إدارة ترامب تجاه العراق كان يأتي من نوافذ معدودة، أولها المسألة الأمنية، وخصوصا المسألة الأمنية بعد داعش اختزلت تماما في مسألة أسلحة القوات المقاتلة في الحشد الشعبي وفي الفصائل المقاتلة في العراق. أيضا هذه مشكلة كانت تطغى على جميع المشاكل الأخرى، مسألة أمان السفارة والقصف على السفارة والمصالح الأمريكية كانت كلها تنظر على أنها أفعال نيابة عن إيران. أيضا مسألة القوات الأمريكية والدعوات لإخراج القوات الأمريكية، كل السياسة أو كل التفكير الأمريكي عن العراق كان يتعلق بملف تدخلات إيران في العراق. ولكن الأمور الأخرى لدى العراق وأمريكا، اتفاقية الإطار الاستراتيجي فيها قطاعات عديدة من الثقافة ومن التعليم والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وإلى آخره، لم يفعل أي من ذلك، أو حينما فعل بقي تحت الرادار. لذلك أعتقد العودة الآن إلى وضع العراق على الطاولة بشكل صحي وصحيح هو أن نعود إلى تفعيل المفاوضات العراقية أو الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، وأن يعمد إلى مسألة حقيقة تفعيل كل هذه القطاعات وجلب الانتباه
إلى العلاقات المتوازنة في كل هذه، وأيضا يجب أن يعطى دور قيادي ومهم للسفارة العراقية في واشنطن. لدينا سفير كف يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى دعم، وأعتقد يمكن أن يؤدي الكثير بدلا من أن تكون العلاقات فاترة، وأعتقد أنه الحكومة العراقية تعي ذلك، وأتمنى أنه تستغل هذه الفرصة وتفتح فصلا جديدا في العلاقات الأمريكية العراقية مع إدارة جديدة لديها المرونة ولديها الرغبة في أن تكون العلاقات العراقية الأمريكية متوازنة، يعني وليست دكتور كما كانت في زمن ترامب من نافذة ضيقة واحدة هي نافذة إيران. يعني دكتور، بدل أن نضع أنفسنا بموضع الحاجوز بين إيران والولايات المتحدة على مدى السنين السابقة، تقول الآن يجب أن نطرح مصالحنا في أولوية مفاوضاتنا أو تحركنا أو أدائنا كحكومة، طبعا كحكومة عراقية وكقوى سياسية عراقية. نحتاج إلى جرعة من الوطنية في العمل الوطني العراقي، يعني هذه مسألة مهمة جدا. لا يمكن أن يكون التفكير العراقي معتمدا على أي شيء خارج حدود العراق. نحتاج إلى رجال دولة، ونحتاج إلى أناس ينطلقون ويعودون. نقطة العودة ونقطة البدء هي المصلحة العراقية. الأمريكي يحترم من يفكر في مصلحته بصورة مهنية، وأعتقد بأنه نستطيع ذلك لو أردنا. نحتاج إلى إرادة كما قلت وجرعة من الوطنية في وضع الملفات العراقية قبل أي ملفات أخرى، مهما كانت هذه الملفات مهمة وعزيزة علينا. طيب أستاذ مصطفى، عندما كتبت عن إعادة تموضع دولي قبل هذا اليوم، أو نحن عبرنا هذا اليوم، عبرنا التنصيب، أنت كتبت المقال قبل التنصيب لبايدن. إذا تحدثنا عن الشرق الأوسط، إيران عادت تموضعها من الترحيب يعني الكبير بالإدارة إلى نوع من التحفظ. كما قلت، بعد تحسن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة والمصالحة الخليجية، ويعني هذا الأداء الأمريكي الآن، يعني هذا الأداء الأوروبي الأمريكي الخليجي قد يضغط مرة ثانية على إيران. قد ليس بالطريقة الترامبية، ولكن هناك نوع من الثوابت. وأنتون بلينكين عبر عن موضوعين: أننا سنفاوض على صواريخ إيران، وسنشرك العرب وإسرائيل في المفاوضات النووية. فوضع الشروط المقلقة للإيرانيين. بالعقيدة الاستراتيجية الإيرانية، نفوذنا يصل حيث تصل مدى صواريخنا. فعندما تتحدث عن مستوى الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات، أنت تفاوض على النفوذ الإيراني. فأنت تضع دول الجوار العربي وغير العربي بمن فيهم تركيا مباشرة على طاولة المفاوضات، وتنظر إلى مصالحهم في أمنهم القومي أو أمنهم الجماعي. هنا ستسقط من إيران أوراق النفوذ. لدى إيران أمام فكرتين: إما أن تبقى في النفوذ أو تعود إلى الدور. الدور، إيران دولة إقليمية كبيرة لها تاريخها ولها مصالحها، ولكن عليها أن تحترم الدول الوطنية المحادية والقريبة. النفوذ سيؤدي إلى هذا التوتر. هي في العقل السياسي الإيراني وفي عقيدة النظام، النفوذ هو مصدر سلطة النظام. لذلك أعادت نفسها إيران تموضعها، حتى وبدأت تلعب على حافة الهاوية، وبدأت بالتهديدات الكبيرة بأنها جاهزة للتصدي، جاهزة في اللعب في الورقة النووية، ليس من أجل اصطدام أو احتكاك خشن، لأن أي احتكاك خشن سيضع بايدن أمام امتحان داخلي، لأن سياسة القوة التي هدد بها ترامب كشفت زور التقديرات لإيران. قتل قاسم سليماني ولم تتجرأ إيران على الضرب، هددها لم تتجرأ، يعني لأول مرة يصبح التهديد مباشرا وإيران تتراجع. أستاذ مصطفى، يعني رد قاسم سليماني بالصور، ردت يا عزيزي وين ردت؟ هم يقولون رددنا على اغتيال واستشهاد القائد قاسم سليماني. وأيضا إذا أخذنا رأي يعني إذا تحدثت من زاوية الإيرانيين، إذا كان الجميع
في منطقة الشرق الأوسط يبحث عن نفوذ في هذه المنطقة، فلماذا مسموح لإسرائيل والخليج وروسيا والولايات المتحدة وغير مسموح لإيران أنه تمارس نفوذها في هذه المنطقة، طالما العملية هي عملية ممارسة نفوذ، وهذا النفوذ يجلب لك منع سياسية وقوة اقتصادية وسيطرة؟ نعم. أولا نختلف بين تعريف النفوذ وتعريف الدولة. روسيا دولة عظمى بسبب الانكفاء المفرط لباراك أوباما أدت إلى أن تحاول ملء الفراغ في المنطقة، ولا نستطيع أن نقيس دولة تملك 3700 رأس نووي حق النقد في مجلس الأمن وأكبر ثروة غازية في العالم وجغرافيا أوروآسيوية أن نقيسها بإيران، مع احترامنا الكامل لإيران ولجغرافيتها السياسية. الدول العربية هي دول وقائية دائما وليس لها نفوذ، حتى نحن نتمنى أن يكون لها دور. تركيا دخلت في المرحلة الفائتة إلى محاولة النفوذ وهي الآن بدأت تلجم، ولكن ولكن تركيا هي سلطان الجغرافيا، أهم جغرافيا سياسية في المنطقة تملكها تركيا، تحتم عليها الدمج ما بين الدور والنفوذ، ولكن أن تضرب أرامكو، أن تسيطر على بغداد، أن تقود حرب ضد الشعب السوري، أن تضع لبنان في هذا المأزق وتسيطر عليه بهذه الطريقة، وتدعم فئة في اليمن انقلبت على ثورة الشباب وتسلحها بصواريخ، هذا نفوذ وغير مرحب به من جميع الدول. إذا لو أن إيران قامت بالدور السابق الذي كانت تقوم بها تركيا بأنها دولة ممرات اقتصادية والطاقة، بأنها دولة جغرافية تلعب دور ثقافي ولها وتقدم سابقا نموذج من الإسلام السياسي السني المعتدل، كان بالإمكان أن نقارن بين تركيا وإيران. ولكن الآن ماذا تقدم إيران؟ مجموعات ما دون الدولة، حتى لا أقول ميليشيات، في العراق، في لبنان، في سوريا وفي اليمن، هي تقضي على الدول الوطنية من أجل أن تحول هذه الدول إلى أدوات في صراعها ونفوذها. كما قال الدكتور عباس، إذا أردت أن تفاوض عليك أن تفاوض من منطلق وطني، عليك أن تبني دولة وطنية في العراق. الدولة الوطنية في العراق بدون تنزع مثل ما بقولوا الكفوف ستصطدم بالنفوذ الإيراني. يعني خلينا نتحول إلى، هل تتفق مع أستاذ مصطفى فحص هنالك نفوذ إيراني يجب أن نتخلص منه حتى نبني دولة وطنية، أم أن هنالك نفوذات إن صح التعبير داخل العراق يجب أن نتخلص منها؟ لا، هي قضية جدلية، يعني قضية أن النفوذات أو النفوذ والدولة الوطنية من ينبني قبل لا، واضح جدا العراق يعني لا، العراق يخضع لنفوذات. جيد، يعني أنا هم أريد أخذ من هسه حولت لك رأي الأستاذ مصطفى فحص وكلام دكتور عباس مهم، قال إحنا لنظل يعني بما معنى إحنا عندنا اتفاقية مع الولايات المتحدة، خلينا نفعلها، بمعنى إحنا لنحير بمشاكل غيرنا، أكو عندنا بدينا أدوات نقدر نفعلها نستفيد على المستوى الاقتصادي، على المستوى التكنولوجي، على المستوى الفني، على كل المستويات. يعني ليش هان ليه وحايرين إحنا قصة دفاع عن فلان وجهة وفلان؟ لا، هي هاي القضية، قضية النفوذات اللي سميت النفوذات هي هاي تفسر هاي. ما أدري صحيح جميع ما أدري والله بس عجبتني المفردة يعني، والحاجوز هم يعني المشكلة، مشكلة أنه هذا الانقسام، قلت لك قبل قليل أن هذا الانقسام اليوم اللي إلى هيمنة وسيطرة على القرار السياسي في الداخل العراقي ومنقسم بين اتجاهات متعددة، ومع ذلك يعني أقول لك أنه هذا لا يعني أنه لا نستطيع. اليوم إحنا عندنا أكو مرحلة أقدر أنه أقول عليها مرحلة جديدة أو مرحلة فرصة هاي راح ننجح بها أو ما ننجح بها الله أعلم، لكن اليوم أكو فرصة، متغيرات داخلية، أكو متغيرات على المستوى الإقليمي، أكو متغير اليوم وهذا التغير في الإدارة الأمريكية كلها. المفاوض العراقي كيف ممكن أنه يربط هذه المتغيرات ويفهم؟ اليوم أكو حاجة إيرانية اللي تمارس نفوذ كبير في العراق ولها لها تأثير على أطراف مسلحة كثيرة في العراق وجماعات سياسية وتؤثر في القرار العراقي. اليوم إيران هل هو وضعها
مستريح أم أنه الضغوط القصوى اللي مارسها ترامب خلال أثرت عليه اقتصادياً بالتالي هو كيف حتى سياسي. إحنا من نجي نقول أنه العراق على طاولة المفاوضات يجب أن يكون طاولة المفاوضات الملف النووي، هو بحكم أنه النفوذ الإيراني ممتد العراق ممتد إلى سوريا إلى جنوب لبنان في اليمن كل هذا إليه، وبالتالي مفروض أنه يكون. لكن العراقيين إحنا كيف ننظر نفسنا، كيف نعيد تموضع نفسنا؟ وأؤكد على هاي القضية. أيضا العراق اليوم يقوم بدور معين، يعني حتى هي مسألة الحاجوز ترى هي مو سبة، خلينا نبدأ بدور نرتكز عليه. ماكو مشكلة أنت الحاجوز حتى بالمنطقة الحاجوز مرتب وضعه، رجال ختيار أموره المادية زينة، الاقتصادي جيد، مال ختيار ونفوت كختيارين لا ما راح نقدر، الوضع الاقتصادي جيد كذا، خلينا نكون خلينا نكون باتجاه انت اذا ما حد حاسب لك حساب وتفوت حاجوز على شنو؟ لا حاسبين حساب اليوم، قلت لك هاي المتغيرات كلها. واعطيك قضيه اخرى، يعني حتى في المرحله الماضيه بعد ان قصفت السفاره الامريكيه باكثر من صاروخ كان هناك ممكن انه يكون ضربه صحيح، لكن تدخل الحكومة العراقية كان لها دور في هذه المسألة، وبالتالي تأجلت الضربة، وكانت إيران متفهمة لهذه القضية، وأيضا متفهمة باتجاهات أنه بعض الأذرع أنه إحنا ما لنا علاقة بها، وهذا أحد التبريرات التي طرحت، بمعنى أنه العراق اليوم ممكن أن يقوم بدور، لا نستطيع مثل ما سميته ختيار أو يدخل كختيار، لكن أكو خطوة ممكن أن نقوم بها، الروح الوطنية، الفريق المفاوض اللي ممكن أنه يمارس مفاوضات مهمة مع أمريكا في الإدارة الجديدة، كيف أنه يجب أن ينظر لنا الأمريكان، هاي قضية مهمة جدا النظر للعراق، هل مطلوب من أمريكا أن تبقى تنظر للعراق كساحة أم تنظر للعراق كدولة؟ إذا بقت تنظر للعراق كساحة صراع مع أمريكا راح تخسر، وبالتالي هي تدفع العراق باتجاه إيران بشكل كامل، وبالتالي من مصلحة أمريكا ومن مصلحة المفاوض العراقي أن يفهم أمريكا أنه عليها أن تنظر للعراق كدولة وتتصرف معه كدولة. دكتور عباس، هل يمكن للعراق أن يعني يدفع الولايات المتحدة إدارة بايدن على التعامل معه كدولة؟ إذا فهمت من تلميح دكتور ياسين أن يمكن إدارة ترامب ما كانت تحترم العراق كثيرا كدولة، هذا يحولنا إلى يعني تساؤل، هل يمكن أن يكون للعراق لوبي؟ هل يمكن تشكيل لوبي عراقي في الولايات المتحدة؟ هل هذا الأمر صعب أم سهل؟ يعني إدارة ترامب لم تحترم أي من الدول في المنطقة، ليس فقط العراق، لكن سؤالك مهم جدا، حتى يفرض العراق على الولايات المتحدة أن تعامله كدولة عليه أن يكون دولة. في العراق عدة دول، الحكومة صوت واحد من أصوات كثيرة مؤثرة داخل العراق، فأنا قلت سابقا أعتقد حتى في برنامجك وأعيدها، قبل أن يتكلم العراقيون ويتفاوضوا مع الولايات المتحدة عليهم أن يجروا حوارا عراقيا عراقيا، أن يتفاوضوا مع أنفسهم فيما بينهم حتى يخرجوا بصوت واحد وبمطلب واحد، بمعنى أن يوحدوا الموقف العراقي ويفوض الحكومة لكي تتكلم. الأمريكان لن يتكلموا مع الأطراف الأخرى التي لديها قوة ونفوذ وسلطة في داخل العراق، سيتكلمون مع الحكومة. لذلك أعتقد بأنه الحوار العراقي العراقي هو الممهد لنجاح الحوار العراقي الأمريكي. الحكومة العراقية، يعني احنا حينما نتكلم وننتقد الموقف العراقي لا يفهم هذا بأنه فقط موقف الحكومة، الحقيقة يحسب للحكومة بأنها أنقذت العلاقات العراقية الأمريكية وكانت على شفا حفرة حينما تسلمت يعني المسؤولية في مايس الماضي، كانت يعني الذي وجدناه أنها فعلت الحوار العراقي الأمريكي، أجرت حوارين ناجحين، أنا حضرت في أحد في يعني التقيت بالمشاركين فيه هنا في واشنطن حينما أتوا، كان حوارا ناجحا جدا، الحوار الثاني الأول أيضا كان ناجحا وأوجد تفاهمات بدلا من أن يكون الحوار بالصواريخ قبل ذلك. يحسب للحكومة هذه الأمور، ولكن مشكلة الحكومة العراقية هي أنها لا تمتلك جميع الخيوط وجميع الأدوات السياسة الخارجية، هنالك عاملون وفاعلون كثيرون في داخل العراق، أحيانا عملهم
يتعارض مع عمل الحكومة ويخرب حتى ما يحدث. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها أولويات ليست هي الأولويات التي يجب أن تكون في العراق. أعتقد من مهام الحكومة العراقية أن تأتي إلى الأمريكي، سواء كان السفير في بغداد أو وزارة الخارجية هنا أو حتى الرئيس، وأن يتفقوا على طبيعة العمل الأمريكي داخل العراق. يعني الأمريكان ينفقون ملايين الدولارات في داخل العراق على ملفات أعتقد ليست مهمة للعراق، وهي أموال تائهة وضائعة. أنا كلمت السفير الأمريكي أكثر من مرة في ذلك، كلمت أيضا المسؤولون في هنا في واشنطن. بدلا من أن تنفق ملايين الدولارات على تدريب الناشطين وأمور أخرى، يمكن أن يحدث أيضا تفعيل للملفات الأخرى، التكنولوجيا، التعليم، تعاون في مجال الزراعة، التعاون في مجال الصناعة، التعاون الاقتصادي. أمريكا لديها طاقات هائلة يمكن أن تقدمها للعراقيين، بدلا من التركيز على موضوعين أو ثلاثة رمزيتهما أكثر من المحتوى. صح، أنا أشكرك جزيل الشكر والتقدير دكتور عباس كاظم، مدير معهد العراق بالمجلس الأطلسي، كنت معنا من واشنطن. وشكر الجزيل للأستاذ مصطفى فحص من بيروت، كان معنا الكاتب والصحفي، وللدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، ممتن من وجودك معنا. وشكرا للمشاهدين الكرام، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.